وقفة ذكرى وعرفان لرمز من رموز كرة القدم الجزائرية، وقفة استرجعت فيها الذاكرة اسما لطالما قدم الكثير لخدمة الرياضة الجزائرية. هو ميمون محمد المدعو بالقاسم رحمه الله، العضو السابق للمكتب الفيدرالي سنوات التسعينيات وبداية الألفينيات، لتتوفاه المنية سنة 2004. باسم العائلة أتوجه إلى القائمين على هذا الحفل التكريمي بتشكراتي الخالصة. وجودنا في مدينة الحضنة ولاية المسيلة يعبر يعني على مدى حبنا للفقيد اللي كان عضو نشط وساهم لعشرية تقريب أو أكثر في تسيير كرة القدم، وكان من الأعضاء النشطين. من المقامات الكبار في الكرة الجزائرية، وأنا علاش أنا اللي هديت هذه المناسبة، خممت في نفسي عليه الاتحادية الجزائرية واش قدم الشخص هذا واش مد عليه الكرة الاتحادية الجزائرية، ما قدمت له والو ما دارت له والو. ذكرى وفاة ابن مدينة الحضنة جمعت عائلة الرياضة الجزائرية بولاية المسيلة من مسؤولين ورفقاء دربه وأصدقائه ليسترجعوا خصال الرجل ومآثر حياته. كان اليوم نهار عظيم، يفكرني بالصديق تاعي ميمون بالقاسم، لعب دور كبير خاصة على الرياضة الجزائرية وخاصة كرة القدم، ودائما كان في خدمة الكرة الجزائرية، لأن خدم على الأقل خدم مع 4 رؤساء تاع فيدراليات، وكانوا أكل يشكروا فيه. كان لي الحظ أنه يعني تعرفت به، عرفت الرجل، عرفت الشخص، عرفت الأخلاق تاعه، عرفت تواضعه، عرفت طيبته. ميمون محمد وإن غاب عنا إلا أن أفعاله تبقى خالدة كيف لا، وهو من عايش وساهم في تسيير أصعب فترة مرت بها كرة القدم الجزائرية. طبعا رحمة الله على هذا الوجه الكروي البارز، انت حتى حكم عرفته كان نشيط جدا في المكتب الفيدرالي. نعم حقيقة أنا